FM. الكلمة ليك. الفرصة الأخيرة السياسية وحل سياسي أخير في لقاء باريس حول الملف الليبي، وإحنا قاعدين نتبعوا شنو قاعد يصير في باريس والخريطة الطريق الجديدة وأبرز عناوينها متاع الإعلان السياسي هذية في باريس. 10 ديسمبر هو موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب الوثيقة هذه. تم الاتفاق على نقل البرلمان المقيم في تبرق إلى طرابلس، حل الحكومة المنصبة في شرق البلاد على أن تقوم كل الأطراف البرلمانية بتوحيد البنك المركزي وباقي مؤسسات الدولة في الدولة، وتوحيد الجيش الليبي وتشكيل قوات مسلحة وأمنية موحدة تحت إشراف أممي للقضاء زادك في كيف على تنظيمات الإرهابية الموجودة ورجوع الاستقرار للبلاد. إيش قولك؟ خريطة طريق معتها جديدة هايلة، معتها فيها حاجات مزيانة، لكن على أرض الواقع هل ممكن تطبيق؟ نعم، هذا هو السؤال حقيقة، لأنه معناها لقاء باريس في بالي تقديري أنه لقاء معناها هام. النتائج التي ترتبت عن هذا اللقاء والخطوات التي أنت وصفتها بأن خريطة طريق بالفعل هي جيدة ومهمة ومفصلية في المشهد الليبي، لأنه معناها أولا قضية الجيش، إذا كانت وصلوا الليبيين باش يوحدوا الجيش وباش يعني يخلقوا جيش مركزي موحد، سيكون خطوة مهمة جدا في اتجاه إعادة بناء الجسم الدولة الليبية. كذلك قضية البنك المركزي هي قضية كبيرة ياسر، لأنه البنك المركزي موزع ومقسم ويتعرض إلى ضغوط من الطرفين، بينما البنك المركزي هو روح الاقتصاد وروح متاع ليبيا، وبالتالي معناها توحيده وإخضاعه للمصلحة الوطنية العامة عملية متحول مهم جدا. بنوك ميليشياوية مش بنوك مركزية. أيوة. وما تتصورش كيفاش الناس ياخذوا فلوس في ليبيا، يعني ياخذوا فلوس بالقوة. أيوة. فهمتني؟ وبالكاش ومن غير معناتها تخسرديتي. قضية معناها نقل البرلمان إلى 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 طرابلس خطوة مهمة جدا إذا كانت حققت، لأن باش يحد من هذا الفصل بين المنطقتين معناها الشرقية والغربية، ويبدأ في إشعار بأنه الليبيين يتوحد. لكن السؤال اللي كنت تحكي عليه هو مهم، هو الواقع هل سيسمح بذلك؟ هل لأنه يعني الأطراف هذه مستعدة تلتقي وتتفق وتعمل معناها تصريحات مطمئنة، ولكن بعد ذلك تجي الممارسات، تجي اللوبيات، تجي التواجد على أرض الواقع، تجي الميليشيات، فهمتني، وتفتك القرار السياسي من جديد. إذا هل سيكون الجسم الليبي، الجسم الليبي السياسي والعسكري مستعد معناها باش يوصل البلاد إلى انتخابات من هنا شهر ديسمبر؟ نتمنى ذلك، لأنه الليبيين يبحثوا عن شوية اطمئنان، شوية استقرار، شوية شعور بالراحة، لأنهم أنهكوا تماما خلال السنوات هذه اللي جت بعد مقتل القذافي، وأصبحوا يتمناوا أنهم يعيشوا حتى في بلاد أخرى. دونك الليبيين هنا سيلعبون الدور من أجل الضغط في هذا الاتجاه. يعني معناتها نجم نحكي وزادك فيك على الحرب المضادة نجم تدور بين دعوات التوحيد ودعوات الفوضى، ولا جست خاطر فما مافيات فما لوبيات قاعدة تستغل في الفوضى هذه باش تربح الفلوس. نتمنى أنه معناها يقع التمكن من التغلب على هذه الأطراف التي تريد أن تفسد اللعبة وتعاود أن تجعل تترك ليبيا في هذا المستنقع. هذه كانت الكاب موند. الكلمة ليك.